بالنسبه لي الهدف الاول هدف شرعي، لان على مؤاخذه يعني رئيس وهاب بورحي طلع خبط في زميله والكره سقطت لشوبو مواتنج. بس المنتخب الجزائري راح وضيع، المنتخب الجزائري راح وضيع، يعيب على منتخب الجزائر فكره اياكس امستردام اللي هم عايشين فيها، اللي هو انت بتكسب بره ملعبك بس جوه ملعبك الموضوع بيبقى صعب عليك، التوتر بتاع الجمهور بتبقى صعب عليك، ودي حاجه بتزعلني جدا من المنتخب الجزائري لما بيلعب في البليده او لما بيلعب في الجزائر، ان هو بيكون متنشن بطريقه غير طبيعيه، مع ان الموضوع ممكن يكون سهل جدا وبسيط. المنتخب الجزائري ضيع فرصتين سهلين جدا في الشوط الاول، واحده عن طريق سليماني اللي جون كان فاضي، والثانيه عن طريق يوسف بلايلي اللي سليماني لعبها له. المنتخب الجزائري لو هدي شويه في الملعب وهدى الفولت ان شاء الله باذن الله يقدر يعمل ريمونتادا على المنتخب الكاميروني، ولا كان حاجه حصلت. لسه ان شاء الله في شوط تاني المنتخب الجزائري يقدر يسجل فيه ويقدر يحسم تاهله لكاس العالم قطر 2022. ضربة الجزاء الحكم الفار كان بيعيدها وكان بيعمل تشيك على ضربة الجزاء، والفار هو اللي بيطالب الحكم ان هو يروح يبص على اللعبة دي، مش الحكم هو اللي بيقرر يقول للفار انا عايز ابص على الحتة دي. ده كان توضيح مهم بس لازم اقوله.